بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو 50 والخاص بمنهج السي سي ام بي راوتينج 300-101 مستوى الاحتراف في التوجيه. شاهد، تعلم واستمتع. الأوفيس ليست، الأوفيس ليست وهي أداة بيتم استخدامها للتغيير من قيمة المترك سواء بزيادة أو نقصان، مثلها مثل السيت مترك. مع إعطائنا الأوفيس ليست لميزة وهي أننا نستطيع تحديد المنفذ والاتجاه كدخول أو خروج من المنفذ بقيمة المترك التي تم تحديدها، ويتم استخدامها مع بروتوكولين الريب والإيجربي فقط. عندي هنا مثال على الإعدادات. أول نقطة طبعا راح أقوم بإنشاء Access List. هذه Access List راح أحدد فيها الشبكة اللي أنا أريد أني أزيد أو أقوم بإخفاض قيمة المترك الخاص فيها. فAccess List 1 Permit، بعدين أحدد الشبكة مثلا 192.168.1.0.3.255، هذا الوايت ماسك كارد. بعد كذا أدخل على بروتوكول الريب من خلال الأمر Router Rib، بعدين أكتب الأمر Office List 1، طبعا 1 هذه تشير الى الاكسس ليست رقم 1. بعد كذا لو وضعنا علامة استفهام هو بيقول لي هل في حالة ال N او في حالة يعني ال N او ال Out. ملاحظين معي هل هي راح نزيدها مثلا في حالة الدخول او في حالة الخروج. هنا انا حددت N في حالة الدخول، يعني لما يتم الاعلان عن هذه الشبكة وتدخل لي من خلال المنفذ فاس 01 يتم زيادة المترك 12. يعني لو كان قيمة المترك مثلا 1 راح يتم زيادته إلى 12 فيصبح قيمة المترك 13 في حال لما يتم استلام الإعلان عن هذه الشبكة من خلال المنفذ فاس 01. أما لما نبغى مثلا نقوم بإعداد على الراوتر نفس طريقة الإعدادات راح نكتب راوتر إي آي طبعا على طريقة لما نحب نعد على بروتوكول الاي اي جي ار بي بنفس طريقه الاعدادات على بروتوكول الريب. راح نحدد بروتوكول الاي اي جي ار بي راوتر اي اي جي ار بي 1، بعد كذا اوفيس ليست نشير الى رقم الاكسس ليست اللي هي راح تكون هنا رقم 1. بعد كذا نحدد هل هي ان او اوت، تم تحديدها انها ان، ونحدد كم مره نريد زياده قيمه المترك، مثلا 12 مره، 10 مرات، 5 مرات وهكذا، ونحدد المنفذ اللي راح نستلم منه هذه الابديت بما ان احنا هنا في حاله الان فراح تكون الفاز 01. فبالتالي راح يتم زياده المترك الخاص بهذه الشبكه في الراوتر 2 ضمن بروتوكول التوجيه الاي اي جي ار بي 12 مره عن قيمته. ممتاز، بذلك احنا نكون انتهينا من الكلام عن اللي هي الأدوات الخاصة بالتحكم بالمسار، وراح نتكلم بإذن الله عن عمليات متقدمة في بروتوكولات التوجيه، وتحديدا راح نتكلم عن عمليات متقدمة في بروتوكول التوجيه الداخلية اللي هي الـ Interior Gateway Protocol الريب الـ IGRP الـ OSPF. توزيع الجهد في التوجيه Load Balancing in Routing. عندما يكون لدينا في السورس والديستنيشن أكثر من مسار يربط فيما بينهما عندها ومن خلال بروتوكول التوجيه أو التوجيه اليدوي، يعني سواء كان من خلال الديناميك راوتينج أو الستاتيك راوتينج، بيتم اختيار مسار واحد للربط فيما بين المرسل والمستقبل السورس والديستنيشن، وباقي المسارات لن يتم استخدامها إلا في حالة سقوط المسار الرئيسي. عندها يتم اختيار مسار ثاني لكي يربط فيما بين السورس والديستنيشن، وعملية تحديد المسار تتم من خلال المترك. مهندس الشبكة واحدة من أهم مهامه هي زيادة أداء الشبكة، وواحدة من أدوات زيادة أداء الشبكة تتمثل في اللود بالانسينج أو توزيع الجهد، حيث تقدم لنا توزيع طبعا اللود بالانسينج بتقدم لنا توزيع لحركة البيانات فيما بين السورس والديستنيشن. فبدلا من مسار واحد فمن خلال اللود بالانسينج راح نزيد عدد المسارات إلى مسارين أو ثلاثة أو أربعة فما فوق، بحيث راح يتم استخدامهم
هذه المسارات مجتمعة في عملية إرسال البيانات فيما بين السورس والديستنيشن، وهذا بالطبع رح يزيد من سرعة نقل البيانات فيما بين المرسل والمستقبل، مما يزيد من أداء الشبكة. يوجد لدينا نوعين من اللود بالانسينج أو توزيع الجهد، وهما النوع الأول equal cost path، والنوع الثاني in equal cost path. كما ذكرنا المتريك هي التي تقوم بتحديد المسار الذي سوف يتم استخدامه. بالنسبة للنوع الأول اللي هو الإيكوال كوست باث، فهو أن يكون لدينا مسارين فما فوق يربطان فيما بين السورس والديستنيشن وكلاهما متساويان في قيمة المتريك. أما النوع الثاني اللي هو الإن إيكوال كوست باث، فهو أن يكون لدينا مسارين فما فوق يربطان فيما بين السورس والديستنيشن وكل مسار مختلف عن الآخر من ناحية قيمة المتريك. النوع الأول اللي هو الـ Equal Cost Path فكرته أنه لو كان أنه لو كان قيمة المتريك متساوية بين مسارين، فعندها راح يتم توزيع البيانات بين المسارين. يعني لو أنا عندي هنا كمثال راوتر واحد راوتر خمسة وعندي هنا راوتر اثنين، هنا راوتر ثلاثة، هنا خليها راوتر أربعة بدل راوتر خمسة. ممتاز. الآن لو راوتر أربعة يستطيع الوصول إلى الراوتر راوتر واحد يستطيع الوصول إلى الراوتر أربعة من خلال الراوتر اثنين والراوتر ثلاثة. لو كنا نتكلم عن بروتوكول الريب، فإحنا هنا بنعتمد على نظام المتريك على إيش؟ على عدد الراوترات. فبالتالي عدد الراوترات متساوي في كلا المسارين، عندها تلقائيا راح يتم اختيار المسارين في عملية الاتصال مع الراوتر 4، ولما الراوتر 1 يريد إرسال بيانات إلى الراوتر 4 راح يتم استغلال المسارين وتوزيع الجهد في عملية التوجيه على كلا المسارين. طبعا كل بروتوكولات التوجيه تقريبا بتدعم الـ Equal Cost Path وبتدعمه بشكل تلقائي، حتى احنا ما راح نحتاج اعدادات معه. احنا فقط لو تأكدنا ان المتريك، يعني لو ضبطنا مثلا شبكة او لاب معين او جعلنا بين المرسل والمستقبل ان المتريك قيمته متساوية، فعندها راح تتم عملية ارسال البيانات وراح تتم عملية توزيع الجهد بين المسارين او الثلاثة او الاربعة بشكل تلقائي. هذه هي فكرة الـ Equal Cost Path، ومثل ما ذكرنا هي مدعومة تلقائيا مع جميع أنواع بروتوكولات التوجيه. عندي هنا الـ In Equal Cost Path واللي هي أنه يكون المسار مثلا الأول غير متساوي مع المسار الثاني في المتريك. طبعا عندها بروتوكول التوجيه راح يختار المسار الأول كونه مثلا هو الأفضل من المسار الثاني. هنا احنا كمهندسي شبكة نتلاعب بقيمة المتريك، سواء احنا ننقص أو من قيمة مترك أو نزيد من قيمة المترك بحيث نجعل المسارين متساويين. هما فعليا غير متساويين في المترك، لكن احنا بالإعدادات اللي راح ننفذها على الراوتر راح نقنع الراوتر ان المسارين متساويين، فبالتالي عندها راح يقوم طبعا بتوزيع الجهد فيما بين المسارين أو الثلاثة والأربعة، رغم انها غير في الواقع غير متساوية من ناحية قيمة المتريك. هذا بيطلق عليها الـ In Equal Cost Path ويحتاج إعدادات لأنه طبعا هو غير مدعوم تلقائيا، ويعمل مع بروتوكول توجيه واحد اللي هو بروتوكول التوجيه الـ EIGRB، فيحتاج منا إلى إعدادات لكي رح نتلاعب بقيمة المتريك لكي نستطيع تحقيق الـ In Equal Cost Path أو عملية توزيع الجهد فيما بين المسارات الغير متساوية في قيمة المتريك. طيب نبدأ مع الريب بالإصدار الثاني وعملية اللود بالانسينج مع الريب. وبروتوكول الريب يدعم تلقائيا الإيكوال لود بالانسينج فقط، ويدعم بشكل تلقائي أربع مسارات، وممكن إحنا نزيد هذه المسارات كحد أقصى إلى ستة مسارات. وفي طبعا هذا في أغلب الراوترات، وأحيانا في أنواع من الراوترات لا ممكن تزيد عن ذلك، لكن أغلب الراوترات بتكون عدد ستة مسارات. وعلشان نزيدها من أربعة اللي هي الديفولت إلى ستة، ندخل على الريب من خلال الأمر راوتر ريب ونكتب هنا ماكسيمم باث، وبعدين نحدد الرقم الأقصى مثلا اللي هو ستة.
الإيكوال لود بالانسنج مع الريب يشترط لكي يعمل أن تكون جميع المسارات التي تربط فيما بين السورس والديستنيشن متساوية في قيمة المترك. ونظام المترك في الريب يعتمد على الهوب كاونت، وهو عدد الراوترات في المسار الذي يربط فيما بين السورس والديستنيشن. والمسار صاحب أقل عدد راوترات هو المسار الذي سوف يتم اختياره كأفضل مسار. أما لو كان لدينا أكثر من مسار تربط فيما بين السورس والديستنيشن وهما متساويين من ناحية قيمة المترك، أي متساويين من ناحية عدد الراوترات التي تفصل فيما بين السورس والديستنيشن، عندها تلقائيا سوف يقوم بروتوكول الريب باختيار هذه المسارات للربط فيما بين السورس والديستنيشن ويوزع الترافيك فيما بينهم، أي أنه سوف يقوم بتفعيل اللود بالانسنج أو الإكوال لود بالانسنج تلقائيا ما دام تحقق الشرط الرئيسي، وهو أن هذه المسارات متساوية من ناحية قيمة المترك. راح نأخذ لاب راح نطبق فيه عملية الإيكوال لود بالانسنج على بروتوكول الريب في الإصدار الثاني. فكرة اللاب حتكون بالشكل التالي: أنا عندي الراوتر واحد وعندي الراوتر أربعة. الراوتر واحد هو السورس، الراوتر أربعة هو الديستنيشن. الشبكة اللي نريد الوصول إليها وجعل الراوتر واحد يكون قادر على الوصول إليها هي الشبكة 192.168.1.0. لاحظوا معايا، عندي أنا هنا الراوتر اثنين والراوتر ثلاثة، كلاهما يعني متصلين مع الراوتر أربعة وبالتالي مع الشبكة 192.168.1.0. هنا الراوتر واحد بما أنه يعمل ببروتوكول الريب، فبالتالي الهوب كاونت هي عدد الراوترات في المسار. وبما أن المسار الأول من خلال الراوتر اثنين يحتوي على عدد راوتر واحد يفصل بينه وبين الراوتر أربعة، وكذلك المسار الثاني اللي هو من خلال الراوتر ثلاثة أيضا هو عبارة عن راوتر واحد يفصل بينه وبين الراوتر أربعة، فبالتالي أنا عندي هنا راح تكون قيمة المترك متساوية. فبالتالي الراوتر واحد راح يقوم بتفعيل الإيكوال لود بالانسنج على الشبكة 192.168.1.0، وراح يختار المسار 100 و110 كلاهما في عملية توزيع جهد الإرسال والتوجيه من الراوتر واحد إلى 192.168.1.0. وعشان نتأكد من هذه العملية راح نكتب الأمر show IP route بعد انتهاء الإعدادات، وراح نشوف أنه لكي يتم الوصول إلى الشبكة 192.168.1.0 فحيكون الراوتر 4 راح يستخدم المسارين 100 و110 في نفس الوقت. طيب، هذا اللاب راح يمر بعدد من المراحل الخاصة بالإعدادات. المرحلة الأولى اللي هي الإعدادات الأساسية، بعد كذا المرحلة الثانية إعدادات بروتوكول التوجيه الريب، وبعد كذا راح طبعا المفروض تلقائيا بما أن عدد أو نظام المترك اللي هو عدد الراوترات متساوي، فتلقائيا راح نشوف أن عملية الإيكوال لود بالانسنج تم تطبيقها في هذا اللاب. بس عندي أنا هنا نقطة، طبعا الراوتر أربعة اللي هو في له محور موضوعنا اللي هي الشبكة 168.1.0/24، هي هذا الديستنيشن نتورك اللي نبغى نشوف عملية تطبيق الإيكوال لود بالانسنج ما بين الراوتر واحد وهذه الشبكة الموجودة في الراوتر أربعة. نبدأ مع الإعدادات الأساسية ونبدأ مع الراوتر واحد. ندخل على الكونفيجريشن تيرمينال، عندي منفذين الفاز 00 والفاز 01. نبدأ بالإنترفيس فاست إيثرنت 0/0، بعد كذا نعطيه الـ IP address اللي حيكون 100.0.1.3.255.0، وبما انه هو منفذ فيزيائي لازم نكتب الامر no shutdown، بعد كذا exit interface fast ethernet 0/1. الـ IP address هنا راح تكون 110.0.0.1.255.3×0، no shutdown exit. الآن ننتقل إلى الراوتر 2،
نروح على مستوى الكونفيجريشن تيرمينال، بعد كذا عندي الانترفيس فاست ايثرنت 0/0، الاي بي ادرس حيكون 100.02 3255.0. نكتب الامر نو شت داون اكزيت انترفيس فاست ايثرنت 0/1، الاي بي ادرس راح يكون 105.0.0.1 255 3 مرات 0، نو شت داون، بعد كده اكزيت. نروح على الراوتر 3، ننتقل إلى مستوى الكونفيجريشن، بعد كده عندي الانتر فيس فاست ايثرنت 0/1، الاي بي ادرس راح يكون 110.0.0.2.3.255.0، نو شت داون اكزيت. نروح بعد كذا المنفذ الانترفيس فاست ايثرنت 0/0، الاي بي ادرس راح يكون 115.0.0.1.3.255.0، نو شت داون اكزيت. الان نروح على الراوتر 4، عندي 3 شبكات، نبدأ بالانترفيس. اول شيء طبعا لازم نروح على مستوى الاعدادات الكونفيجريشن تيرمينال، بعد كذا انترفيس فاست ايثرنت 0/1، ال اي بي ادرس راح يكون 105.0.0.2.3.255.0، نو شت داون اكزيت. انترفيس فاست ايثرنت 0/0، ال اي بي ادرس هنا راح يكون 115.0.0.2.3.255.0، نو شت داون اكزيت. عندي الشبكة الثالثة اللي هي 192.168.1.0، راح ننشئ انترفيس لوب باك، منفذ برمجي انترفيس لوب باك 1، الاي بي ادرس هنا راح تكون 192.168.1.1.255.0، اكزيت. ممتاز، كذا انتهينا من مرحلة الإعدادات الأساسية. الآن نبدأ بإعدادات بروتوكول الريبل ستار الثاني، ونبدأ مع الراوتر 1. نفعل بروتوكول الريب من خلال الأمر راوتر ريب، نأكد على الإصدار فيرجن 2، بما أننا عندي شبكات معمول لها سبنيتنج بس نكتب نوع اوتو سمري. طيب نبدأ نحدد الشبكات. نتورك عندي الشبكة 100.3 أصفار، انتر. عندي الشبكة 110.3 أصفار، انتر اكزيت. نروح على الراوتر 2،
عندي ال طبعا فعل بروتوكول الريب راوتر ريب فيرجن 2 نو اوتو سمري. عندي النتورك اللي راح تكون هي 100 3 أصفار. بعد كده عندي الشبكة نتورك 105 3 أصفار اكزيت. نروح على الراوتر 3 راوتر ريب. راوتر ريب. بعد كده نحدد الشبكات اللي نريد الإعلان عنها. عندي نتورك 110 3 أصفار. طبعا خلوني أحدد الإصدار اللي هو راح يكون الفيرجن 2 نو أوتو سامري. بعد كده عندي إعلاننا عن الشبكة 110. عندي كمان الشبكة 115 3 أصفار اكزيت. ننتقل الى الراوتر 4 لتفعيل بروتوكول الريب. راوتر ريب فيرجن 2 نو اوتو سامري نتوركس. عندي نتورك 105 3 أصفار وعندي النتورك 115 3 أصفار وعندي النتورك 192 168 1 0 اكزيت. علشان نتأكد ان اعدادات الريب صحيحة وانه قامت علاقة الجيرة، خلونا نروح على الراوتر 1 ونسوي بينج ما بين الراوتر 1 والشبكة الموجودة في الراوتر 4. بينج 192 168 1 1. لاحظوا معايا البينج نجح. طيب الان راح ندخل على جدول التوجيه شو IP root. وخلونا نشوف مع بعض الشبكة 192.168. لاحظوا معايا هذه هي الشبكة 192.168.1.0/24 تم معرفتها من خلال بروتوكول الريب. عندي لها مسارين. المسار الأول طبعا قيمة الادمنستريتف تيستس 120 اللي هي القيمة التلقائية لبروتوكول الريب، وقيمة المترك كم؟ 2، يعني تفصل ما بين الراوتر 1 والراوتر 4 راوترين أو قفزتين عفوا، مش بين هذه الشبكة 192.168.1.0 في شبكتين، الشبكة الأولى اللي هي الراوتر 2 والراوتر 4. تمام. عندي من خلال المسار الأول عندي 100.0.0.2 اللي هو مين؟ الراوتر 2، هو من خلال الفاز 0.0 المتصل بمين؟ الموجود وين؟ على الراوتر 1. لاحظوا معايا هنا في مسار ثاني لهذه الشبكة. أيضا قيمة الادمنستريتف ديستنس اللي هي البروتوكول الريب 120، واللي يهمنا هنا النظام قيمة المترك اللي هو كم؟ 2، يعني في تساوي، وبالتالي عندي هنا تم تطبيق الايكوال لود بالانسنج أو توزيع الجهد المتساوي من ناحية قيمة المترك. هذا المسار الثاني من خلال ايش؟ من خلال 110.0.0.0.2، يعني من خلال الراوتر 3، ومن ناحية الراوتر 1 من خلال الفاز 0.1. وبالتالي هنا تم زي ما احنا شايفين من خلال جدول التوجيه
تم عملية تطبيق الـ Equal Load Balancing فيما بين الراوتر 1 وبين الشبكة 192.168.1.0، تمت بشكل تلقائي. لماذا؟ لأن قيمة المتريك متساوية فيما بين المسارين، فبالتالي تم اعتماد المسارين في عملية توزيع البيانات فيما بينهما، طبعا أثناء اتصال الراوتر 1 بالـ 192.168.1.0. الريبينج لود بالانسينج، وبروتوكول الريبينج الاصدار الخاص بنظام TCP/IP الاصدار السادس لا يختلف كثيرا من ناحية اللود بالانسينج مع الريب الخاص بالTCP/IP الاصدار الرابع، فهو يدعم الإيكوال لود بالانسينج فقط ويدعمها بشكل تلقائي. والميزة المضافة هنا هي زيادة عدد المسارات، حيث في أغلب الراوترات تصل إلى 64 مسار، الديفولت هو 4 مسارات وممكن تصل في أغلب الراوترات إلى 64 مسار. ولتحديد طبعا العدد المسارات مثلا من 4 نحتاجها مثلا من تكون أكثر من 4 حتى المسار الماكسيمم، عندها راح ندخل على الاي بي على الراوتر او الريبنج من خلال الامر اي بي فيرجن 6 راوتر ريب، وطبعا رقم الريب مثلا 1، بعد كده ماكسيمم باث ونحدد عدد المسارات الاقصى اللي بيدعمها بروتوكول الريبنج في داخل الراوتر لكي يقوم بعملية توزيع الجهد اللود بالانسينج اللي ممكن تصل حتى 64 مسار. ويشترط لكي يعمل الإيكوال لود بالانسينج أن تكون جميع المسارات التي تربط فيما بين السورس والديستنيشن متساوية فيما بينها من ناحية قيمة المتريك، واللي طبعا قيمة المتريك هنا راح تكون عدد الراوترات يجب أن تكون متساوية فيما بين السورس والديستنيشن. راح ناخذ لاب نطبق فيه الريبينج إيكوال لود بالانسينج، واللاب حيكون عبارة عن 4 راوترات، الراوتر 1 و2 و3 و4. الراوتر 1 هو اللي حيكون السورس، والشبكة FE80/64 هي اللي حتكون الديستنيشن. طبعا بما ان الراوتر 1 لكي يصل الى هذه الشبكة فعدد الراوترات هو متساوي، لديه مسارين اللي هم 2000 و3000، وعدد الراوترات فيها متساوي لأنه عنده قفزتين، القفزة الأولى إلى الراوتر 2 وإلى الراوتر 4 هذا في المسار 2، وكذلك المسار 3000 عنده قفزتين، القفزة الأولى من الراوتر 1 إلى الراوتر 3 وبعد كذا من الراوتر 3 إلى الراوتر 4. فبالتالي أنا عندي هنا المسارين متساويين من ناحية قيمة المتريك اللي هي عدد الراوترات أو القفزات الهوب كاونت. فبالتالي بعد ما تتم الإعدادات بالشكل الصحيح راح يتم او راح تفعل خاصية الريبينج ايكوال لود بالانسينج تلقائيا على الراوتر 1، وراح نقدر نشوفها من لما نيجي نشوف جدول التوجيه لما نكتب الامر شو اي بي فيرجن 6 روت، وقتها راح يبان عندنا انه لكي يصل الراوتر 1 الى الشبكة FE80 لديه المسار 2000 والمسار 3000. طيب الريبينج إيكوال لود بالانسينج لاب حيمر بمرحلتين من الإعدادات، المرحلة الأولى تتمثل في الإعدادات الأساسية، المرحلة الثانية راح تتمثل في تفعيل بروتوكول الريبينج. وطبعا بما أنه عدد الراوترات متساوي من ناحية الراوتر 1 والديستنيشن نتورك اللي هي الـ FE80 دبل كولم سلاش 64، فبالتالي راح نشوف ان الايكوال لود بالانسينج راح يتفعل تلقائيا في الراوتر 1 لكي يصل الى الى الشبكة الموجودة في الراوتر 4 الـ FE80. طبعا هنا الاعدادات كلها حتكون TCP/IP الاصدار السادس. نبدأ مع الراوتر 1، نروح على مستوى الكونفيجريشن تيرمينال، بعد كده احنا محتاجين نفعل بروتوكول TCP/IP الاصدار السادس على الراوتر، وذلك يتم من خلال الامر IP version 6 unicast routing enter. بعد كده ندخل على الانترفيس fast ethernet 0/0، ايضا نفعل IP version 6 على المنفذ
من خلال الأمر IP version 6 enable. بعد كذا IP version 6 address عندي هنا 2000 double column 1/64 enter. بعد كذا exit. ندخل على الانترفيس fast ethernet 0/1 enter. نفعل ال IP start status IP version 6 enable. بعد كذا نعطيه العنوان ال IP version 6 IP طبعا IP version 6 address راح يكون هنا 3000 double column 1 ايضا /64. طبعا لازم ما ننسى الامر نو شت داون. ارجع بس على المنفذ الفاست 00 كمان الانترفيس فاست ايثرنت 0/0 نو شت داون اكزيت. الان ننتقل الى الراوتر 2. نروح على مستوى الاعدادات الكونفيجريشن تيرمينال. نفعل الاي بي الستار ستاتس اي بي فيرجن 6 يوني كاست راوتينج. بعد كده عندي الانترفيس فاست ايثرنت 0/0 اي بي فيرجن 6 انيبل. بعد كده IP version 6 address 2000 double column 2/64 no shutdown exit. interface fast ethernet 0/1 IP version 6 enable. بعد كذا IP version 6 address راح يكون 2500 double column 1. احنا هناك عطينا 2 صح. تمام راح تكون 1/64. نكتب الأمر no shutdown exit. نروح على الراوتر 3. ننتقل إلى مستوى الإعدادات Configuration Terminal. بعد كذا عندي تفعيل الـIP لإصدار السادس من خلال الأمر IP version 6 Unicast Routing. بعد كذا عندي الانترفيس Fast Ethernet 0/1 IP version 6 Enable. بعد كذا IP version 6 Address راح تكون 3000 دبل كولم 2/64 نو شت داون اكزيت. بعد كده عندي المنفذ فاست 00 انترفيس فاست 00 راح يكون طبعا لازم نفعل الاي بي لستار السادس انيبل. وبعد كذا عندي IP version 6 address ثلاثة آلاف وخمسمية double column 1/64 no shutdown exit. الآن ننتقل إلى الراوتر 4.
ننتقل إلى مستوى الإعدادات Configuration Terminal. عندي المنفذ الانترفيس. طبعا أول شيء لازم أفعل الـ TCP/IP Star Status IP Version 6 Unicast Routing. بعد كذا أروح على الانترفيس Fast Ethernet 0/1 IP Version 6 Enable IP Version 6 Address راح يكون 2500 دبل كولم 2/64 Enter No Shut down Exit Interface Fast Ethernet 0/0 IP Version 6 Enable IP Version 6 Address راح يكون هنا 3500 دبل كولم 2/64 Enter ما ننسى نكتب الأمر No Shut down Exit ممتاز. عندي طبعا لسه الشبكة FE80 راح نجعلها على انترفيس خاص فيها اللي هو اللوب باك 1 IP Version 6 Enable بعد كذا IP Version 6 Address FE80 دبل كولم 1/64 طيب هنا ما بيقبل معايا على اللوب باك خلينا نشوف ايش المشكلة طيب لو جربنا مثلا اي بي version 6 address هو مش حكاية انه ما بيقبل انا بس كنت بكتبه بطريقة خطأ ارجع من جديد على الـ configuration terminal interface loop back 1 IP version 6 address طيب بما انه ما يقبل معايا اللوب باك نرجع له من جديد بما انه ما يقبل معايا الـ FE80 راح نخليه public او ما يعادل البابليك اللي هو خلينا انترفيس لوب باك 1 بعد كده عندي هنا الـ IP version 6 address راح يكون نخليه 222 يعني 2022 دبل كولم 1/64 انتر اكزيت اذا عندنا تغيير هنا 2000 لا الـ IP address هنا انا كتبت 222 راح اغيره انترفيس لوب باك 1 نو بي فيرجن 6 222 دبل كولم 1/64 بعد كده اي بي فيرجن 6 ادرس 2222 دبل كولم 1/64 exit
2224 2222 دبل كولم سلاش 64. طيب الآن انتهينا من المرحلة الأولى للإعدادات اللي هي الإعدادات الأساسية، ننتقل الآن للمرحلة الثانية اللي هي إعدادات بروتوكول الريبنج أو الريب الخاص بالإصدار تي سي بي أي بي الإصدار السادس، ونبدأ مع الراوتر واحد. طبعا الريبنج راح يحتاج لتفعيله، راح نفعله على مستويين، المستوى الأول على مستوى الجلوبال مود او الكونفيجريشن مود، والمستوى الثاني راح نفعله على كل منفذ من منافذ الراوتر. وطريقة التفعيل راح تكون بالشكل التالي: على مستوى الجلوبال مود راح نكتب اي بي فيرجن 6 راوت، بعد كده ريب، نعطيه اسم او رقم واحد، بعد كده انتر. ممتاز، اكزيت. الآن ننتقل إلى المنافذ انترفيس فاست ايثرنت 0/0، اي بي فيرجن 6، ادرس. طب اي بي فيرجن 6 ادرس راح يكون، لا مو ادرس، لا اي بي فيرجن 6 ريبنج أو ريب، بعد كده رقم الريب، وبعد كده الأمر إنيبل، إنتر، إكزيت، إنترفيس فاست إيثرنت 0/1، أي بي فيرجن 6 ريب 1، enable، enter، exit. نروح الآن على الراوتر 2، نكتب الأمر IP version 6، بعد كده راوتر rip 1 enable. غير كلمة enable، enter. enable هذه على المنافذ، عندي المنفذ الانترفيس fast ethernet 0/0 اي بي version 6 rip 1 enable enter exit interface فاست ايثرنت 0/1 اي بي الاصدار السادس ريب 1 انيبل انتر اكزيت. ممتاز، الان ننتقل الى الراوتر 3، اي بي فيرجن 6 راوتر ريب 1 انتر اكزيت. عندي الان المنفذ انترفيس فاست ايثرنت 0/0 اي بي فيرجن 6 ريب، طبعا نحدد رقم البروسيس اي دي 1، بعد كده انيبل exit interface fast ethernet 0/1 اي بي فيرجن 6 ريب 1 enable exit. باقي عندي اخر راوتر اللي هو الراوتر 4، انترفيس فاست ايثرنت 0/0. بس قبل ما
افعله على مستوى المنافذ، افعله على مستوى الجلوبال مود او مستوى الاعدادات اي بي فيرجن 6 راوتر ريب 1 انترفيس فاست ايثرنت 0/0 بي فيرجن 6 ريب 1 انيبل. بعد كده انترفيس فاست ايثرنت 0/1 اي بي فيرجن 6 ريب 1 انيبل. بعد كده عندي المنفذ الانترفيس لوب باك 1 اي بي فيرجن 6 ريب 1 انيبل انتر. ممتاز. عشان نتأكد من صحة الإعدادات خلونا نروح على الراوتر 1، مش محتاج نفتح ثاني مرة، موجود هنا، وأعمل بينج من الراوتر 1 إلى الشبكة 2222. بينج 2222 دبل كولم 1. لاحظوا معايا البينج نجح، معناته اعداداتي كلها صحيحة. لو ابغى اشوف موضوع الريبنج ايكوال لود بالانسنج هل هو تم تفعيله ولا لا، راح اشوف راح اكتب الامر شو اي بي فيرجن 6 روت لاحظ مع بعض الشبكة 2220 هذه هي. لاحظوا معايا عندي مسارين، المسار الأول من خلال الفاس 0/1 والمسار الثاني من خلال الفاست 0/0. اذا حصلت عندي عملية اللود بالانسنج ما بين الراوتر 1 والشبكة الموجودة عندي في الراوتر 4 2222 كون نظام المتريك موحد وهو وجود راوترين يفصلان ما بين الراوتر 1 او قفزتين والشبكة 2222. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، واللي أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم، وحتى ألقاكم في الفيديو القادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.